فين عمرو احمد وفين المسرح وفين وحضرتك شايف المسرح دلوقتي ازاي؟ شوف يعني هو مش سر، انا كده اكون 90% من كل المسرح اللي موجود اتعرض عليا، يعني كل المخرجين موجودين وعارفين ده، لانهم عارفين ان انا بحب المسرح وممكن ان انا اسيب الدنيا عشان اعمل مسرح، ولكن انا مش لاقي النص اللي اطلع بيه على المسرح. انا المسرح بالنسبه لي عباره عن تفاعل شديد جدا بيني وبين الجمهور، لو مش حاسه في الورق انه هيحصل مش هقدم، ان انا اقابل الجمهور وجها لوجه، وشايف ان المسرح ما ينفعش تعالى، ما ينفعش تقعد تنظر على المسرح في انتظار كوميدي، لان سيكولوجيا الترقع عند المشاهد المصري هي اهم حاجه عندها الكوميدي على المسرح بالذات. يعني لو خدت تاريخ المصري كله في طريقه الفرجه تلاقي من الاراجوز للمحبظاتيه الاشكال المسرح اللي شفناها في حياتنا هتلاقي كلها قايمه على فكره الضحك. الجمهور بيحب يتلقى الشيء بشكل ساخر، او دي طبيعه الجمهور المصري. الجمهور المصري دمه خفيف اصلا، يحب اللي يقابله من المنطق ده. اذ وربما اكتب انا النص مع مجموعه من زمان، يعني مش يعني عندي فكره او القط فكره ما من روايه من ملمح معين، لحظه دراميه بتاخدها وتكتمل منها مسرح. وانا اقرب الى ده، احنا نعمل ورشه لانتاج نص مسرحي، والمخرجين المسرح في مصر فيه عندنا فيه يعني في انا بالنسبه لي انا شايف في ثلاثه من المخرجين المسرح شايفهم مهمين، واي حد من الاسماء دي هم شباب اعتقد انك ممكن تقدم معاهم مسرح مفيد. بس اتمنى ان وزاره الثقافه في مصر تتعامل مع المسرح بقيمته، ان ما بديش حاجه للمسرح، وهتيجي تلاقي ان مسرح الجامعه عنده القدره على منافسه المسرح الموجود في السوق. كل الافكار اللي حضرتك قلتها دي اخيرا، كل الافكار اللي حضرتك قلتها ما جاتش سيره مسرح الفضائيات او ما يسمى بمسرح الفضائيات دلوقتي. حضرتك شايفه ازاي مسرح الفضائيات؟ مسرح الفضائيات دي حاجه جديده، اول مره اسمع عن مسرح الفضائيات. قصدك المسرح اللي بيتذاع في التلفزيون؟ مسرح مسرح النهار ولا مسرح مصر؟ بص الاجابه عنه هو مصر، هذا نوع يعرض على المسرح، بس ما اقدرش اقول ان هو ده المسرح. نوع من انواع المسرح وقدمناه قبل كده، يعني هتلاقي كل اللي بيقدموا على مسرح مصر هتلاقيهم طلبه جامعه وموهوبين. لان كلنا كنا كده في الجامعه، حتى كنا بنعمل نصوص، يعني في نص المسابقه وغير نص المسابقه، بنعمل نص كوميدي بنطلع في دقيقة. مسرح مصر اقدر اقول لك على مميزاته انه قدم لنا مجموعه من الوجوه الجديده، واتمنى يبقى ده منوال، ده مكان بيتفرغ منه فنانين محبوبين. على فكره فيهم مجموعه كبيره قوي، انا بصراحه بحبهم قوي، بحب اتفرج عليهم، بيعطوني شيء من السعاده، ادخلهم للسينما وللدراما يعتبر تفريخ حلو جدا، ويظل يحسب للفنان اشرف عبد الباقي التجربه. ولكن ما نقدرش نقول ان هو ده المسرح، لان المسرح موضوع تاني خالص اكبر من كده. وعلى فكره اللي بيقدموا مسرح مصر عندهم القدره، يعني انا بحكم التمرين يعني بخبرتي انا بتفرج عليهم، عندهم المواهب والقدرات ان هم يقدموا كل انواع المسرح. مثلا نادر صلاح الدين المخرج، اعتقد هو المخرج، نادر نفسه كان من اهم مخرجين الجامعات على مستوى مصر، وهو وغيره من اللي اخرجه كان احد اسباب ان انا اخرج الجامعه. فاذا هم عندهم القدره دي، لكن هم اختاروا انهم يقدموا نوع اكثر رواجا، وده حقهم، انه مش اشرف عبد وملمعه مش ملزمين انهم يقدموا مسرح عشان يخسروا فلوس، من حقهم يكسب فلوس. فانا اعتقد ان الشكل الكوميدي هو اللي بيقدمه.